عن هذا الموضوع ينضم إلينا المهندس سليم شلوب العتابي، معاون مدير عام هيئة تشغيل وصيانة حوض نهر دجلة. أهلا بك أستاذ سليم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية أشكرك لانضمامك إلينا، لأنه أغلب المسؤولين يرفضون الانضمام إلى حلقة البرنامج لا نعرف الأسباب بالتالي، وهدف البرنامج هو تسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها المواطن بمختلف القطاعات، سواء أزمة المياه أو الصحة أو الخدمات وما إلى ذلك. أسألك عن سبب أزمة انقطاع المياه في بعض الأحياء السكنية، خاصة قضاء الإصلاح، رغم التعهدات والإجراءات الرامية لمنع تكرارها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بدءا، قضاء الإصلاح يقع في عند مؤخر ناظم البدع. المياه التي تصلها هو من شط الغراف. شط الغراف هو يبدأ من مقدم سدة الكوت إلى أن يصل إلى نهاية شط الغراف في مؤخر البدع، وتبدي الإطلاقات المائية من مؤخر ناظم البدعة باتجاه حوالي أكثر من 60 كيلومتر باتجاه قضاء الإصلاح. كانت هناك بعض التلكؤات في قبل أيام، لكن من خلال جهود كوادرنا في مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار تم تأمين كميات جيدة خلال يومين الماضيين، وتشغيل جميع وحدات الإسالة ومشروع الماء في قضاء الإصلاح هذه الأيام، وأيضا وصول كميات إلى الأهوار في هور أبو زرق. نعم، بالتالي كيف يتم متابعة توزيع المياه في عموم المحافظة والتجاوزات على المشاريع الإروائية؟ يعني هل هناك خطط لربما بديلة في حال استمرت مناسيب المياه بالانخفاض؟ نعم، كان هناك يعني خطط بديله من انخفاض مناسيب المياه في الشط والحيه اللي يؤدي الى قضاء الاصلاح، اللي هو يكون ياخذ مياهه من مؤخر البدعه. تامين انه تم تامين مضخات عائمه على من شط والحيه من خلال قناه جانبيه الى هذه المحطات الاساله، وخلال يعني اكثر هذا الامر لم يتعدى اكثر من يوم او يومين، وارتفعت مناسيب النهر خلال شط ابو لحيه، ويعني تامنت المياه السطحيه الى محطات الاساله جميعها في قضاء الاصلاح والاقضيه الاخرى اللي اكثر من 5 اقضيه يعني. نعم، من خلال هذا المشروع. طيب، بما انه نحن الان مقبلون على فصل الصيف، هل ستبقى ذات المياه التي تزود شط أبو لحية أم ستنخفض مناسيبها وبالتالي تعود الأزمة من جديد؟ عفوا، يعني أنا أريد أوضح في الموضوع، يعني أن المياه الإصلاح هي من خلال شط الغراف. شط الغراف يبدأ من مقدم سدة الكوت، من نعم، من ناظم صدر الغراف. نعم، تم تأمين كميات جيدة يعني خلال الأيام الماضية من ناظم صدر الغراف، نتيجة جهد الكبير اللي تبذله كوادرنا يعني على طول عمود نهر دجلة. نعم، برفع التجاوزات وتأمين يعني تأمين الحصص المائية بين المحافظات، فكان هناك إطلاق جيد من ناظم صدر الغراف، وبالتالي من ناظم رقم 2 اللي هو تحادد واسط ذي قار أمن لك كميات جيدة إلى شط الغراف داخل محافظة ذي قار، ومنها تم إطلاق كميات من مؤخر ناظم البدعة، وأدت هذه الكميات خلال اليومين الماضية إلى تأمين هذه التصاريف الجيدة إلى قضاء الإصلاح. نعم، هناك خطط، طبعا هناك خطط جيدة، يعني إحنا يعني مفكرين بها أنه راح نعمل يعني إن شاء الله، يعني هو مشروع خاضع حاليا للدراسة، إنه مشروع انبوبي خاص بمحطات الإسالة إلى قضاء الإصلاح، حاليا هو تحت الدراسة، وإن شاء الله تتأمل التخصيصات ونباشر به حتى نأمن، لأن تعرفين حضرتك أو المعنيين يعرفون أنه شط أبو لحية هو مقطع كبير. نعم، يعني تكون على جانبي عدة قنوات، وهناك تجاوزات وترسبات، فصعوبة يعني خاصة بأيام بداية الموسم الشتوي وأيام الشحة حاليا رية الفطام تكثر عليه التجاوزات، فإذا عملنا هذا يعني هذا المشروع إن شاء الله راح يكون
يكون ماء الإسالة مؤمن للقضاء. طيب بما أنه هنالك العديد من التجاوزات على هذا الشط أو غيره أستاذ سليم، يعني هل هناك تنسيق فيما بينكم كموارد مائية وبين وزارة الزراعة؟ لأن المواطنين صراحة يطالبون بالتوزيع العادل للمياه، وخاصة أن هنالك يعني تجاوزات من نوعين، نوع داخل المحافظة من قبل بعض الفلاحين أو بعض أصحاب الأراضي الزراعية، وهنالك تجاوز من المحافظات الأخرى. نعم، احنا اول مره يعني اعطيك فكره عن الوضع في مؤخر ناظم البدعه اللي يؤدي الى قضاء الاصلاح. من مؤخر ناظم البدعه توجد شبكه عنكبوتيه بحدود 20 كيلو، يعني الانهر تتفرع الى اكثر من نهر. نعم. وتمر يعني خلال مجاري الى ان تلتقي في مجرى واحد. تعرفين يعني خلال بدايه السنه الحاليه كان هناك سقوط الامطار، كان هناك توسع بالزراعه يعني من قبل جميع المزارعين، يعني نتيجة سقوط الأمطار زرعت مساحات كبيرة من الأراضي. نعم. أدى هذا إلى زيادة الاستهلاك، يعني إلى زيادة الاستهلاك والطلب على المياه. أيضا هناك يعني كانت هناك إجراءات قوم بها كوادرنا يعني برفع التجاوزات وغلق المنافذ الغير رسمية. نعم. يعني أكو هناك يعني أيضا جهود بالتنسيق مع بين هيئة العامة للتشغيل وهيئة العامة للصيانة بوجود نبات الشمبلان داخل مجاري الانهر هذه تعيق الجريان، فكان هناك اكو جهود يعني برفع هذه الترسبات ادى الى ان تكون زيد الاطلاقات. احنا صير عندنا بعض الايام خاصه بدايه الشهر يعني بدايه شهر 11 الى شهر 12 تكون هذه الازمه، وهذه الايام يعني بدايه الشهر الثالث تكون عندنا هاي الازمه، بس بالتنسيق والتعاون ما بيننا وبين الأهالي والمزارعين وأيضا يعني جهات الأمنية برفع التجاوزات. نعم. إن شاء الله تغلبنا على الأمور ووصلنا بكميات من المياه جيدة هذه الأيام. نعم. وحتى وصلت إلى الهور، هور أبو زرق يعني. نعم. طيب هل توجد أرقام أو إحصائية لعدد القرى التي تضررت بفعل الجفاف؟ وأيضا أنه مسألة ثانية، تزويد الأحياء السكنية، شاهدت حضرتك أستاذ سليم أنه بعض المواطنين ذكروا يتم الاستعانة بمياه الحوضيات، يعني سيارات الحوضية تأتي بهم بالمياه من الناصرية إلى قضاء الإصلاح، بالتالي يعني ما هي الإجراءات؟ وأيضا إذا كانت لديكم إحصائيات بشأن المناطق أو القرى التي تضررت بفعل الجفاف. العفو ست، يعني كوادرنا تكون دائما عندها حلول، والحلول موجودة يعني في حال أنه يعني نزول المناسيب تعمد إلى نصب طواقم ضخ لرفع المياه ودفعها الى الانهر والى دنائب الانهر. نعم. كان هناك يعني عندما بدات نزول المناسيب في شط ابو لحيه المؤدي الى قضاء الاصلاح، قامت كوادرنا بنصب مضخات عائمه على احد القنوات الفرعيه الجانبيه. يعني هناك كانت هناك معارضه من بعض الاهالي، يعني كان يخافون انه ينسحب المي باتجاههم، فأدى هذا إلى أنه يعارضون كوادرنا، لكن بالتعاون مع القوات الأمنية قدرنا أنه نستمر بضخ الماء بهاي القناة. وصادف أنه يعني بدأت التصاريف تتصاعد من مؤخر ناظم البدعة. نعم. يعني كانت مو أيام طويلة اللي تأثرت بها محطات الإسالة، فكان يعني إحنا نتمنى ولا يوم واحد أنه تتأثر وحدات الإسالة، لأن يعني هم وزارتنا وزارة الموارد المائية هي إيصال الماء أولاً، ماء الشرب للجميع المواطنين، وبالتالي هو العمل الآخر هو توفير ماء الخام للزراعة وللبستنة ولجميع الاستخدامات. نعم. أيضا مسألة يعني اللجوء إلى الآبار والمياه الجوفية، هل من تداعيات؟ أيضا نتساءل عن تداعيات هجرة أعداد كبيرة من الفلاحين أراضيهم واستقروا بالمدينة بسبب عدم وجود المياه الكافية والمطلوبة لسقي الأراضي الزراعية التابعة لهم. هي الآبار يعني حتى لا هناك حفر آبار، يعني حضرتك يمكن ذكرى واحد المواطنين أن هناك نوعية المياه غير جيدة يعني الآبار. نعم. فإحنا نعم. إن شاء الله يعني جهودنا منصبة على هدفنا الأول هو إيصال مياه الشرب، يعني كوادرنا هو نعم. هدفهم الأول، وعندهم حلول في كل موقع، عندهم حلول لإيصال المياه إلى ذنائب الأنهر. نعم. وإن شاء الله يعني إحنا خلال الفترة الأخيرة خلال اليومين الماضيين كان هناك تساقط مطري ساعدنا برفع مناسيب
النهر، يعني احنا اذا ارتفعت عندنا مناسيب النهر في مقدم سدة الكوت نقدر نأمن اطلاقات جيدة، يعني يكون احنا مرنين بتأمين هذه الاطلاقات اللي تأمن المياه الى شط الغراف ومن عنده الى ناظم البدعة المؤدي الى قضاء الاصلاح. شكرا جزيلا لهذه الإجابات الوافية أستاذ سليم تشلوب العتابي معاون مدير عام هيئة تشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا مباشرة من ذي قار. شكرا جزيلا لك، كما والشكر موصول لكم مشاهدين أينما كنتم لكرم المتابعة.